السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الشاب اللي رفع فيديوهات صالة الجيم. الفترة اللي فاتت كانت ناس كتير قوي بتسأل عني، يعني الفترة الطويلة اللي ما كنتش بظهر فيها، فأنا هعمل لكم فيديو مخصوص أشرح لكم فيه يعني سبب عدم ظهوري الفترة الطويلة دي. ولكن الأول يعني اسمحوا لي بس إن أنا أصور ليكم لحظة دخول الصالة. أنا ما بيني وما بينها بالظبط خطوات، الساعة 8:30 صباحا، ومعايا إزازة المية اللي المفروض هشرب منها وانفس في الصالة بس من على عتبة الباب بره. طبعا أنا عملت ده قبل كده ولكن معرفتش بسبب اللي اتحدث عليا، وناس كتير طبعا عارفة اللي حصل معايا في الفيديو اللي انا رفعته قبل كده، يعني لما جيت انفس المية في الصالة ففي حديد اترمى عليا وحاجات زي كده. فانا دلوقتي جيت بالنهار لان في ناس كتير قوي نصحتني ان انا اجي بالنهار عشان اكون مطمن، وعشان كمان يعني يمكن الحاجة دي ما تحصلش معايا بالنهار يعني. فانا يعني طبعا دعواتكم معايا، انا جنب الصالة دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم، والساعة 8:30 صباحا ومفيش خطوات ما بيني وما بين المكان يعني. ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ، ونتابع مع بعض يعني. بسم الله. بسم الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله. بعد إذنك، بعد إذنك. مش عايز أسمعك تساعدني، بس النار مسكت في الصالة، النار ولعت في الصالة. كبير ولا كبير؟ بس ممكن تمسك في أي حاجة. لا إله إلا الله، معلش. أهي بس حاجة، بس بدل ما تمسك في أي حاجة. أنت مدخلني جوه وأنت واقف عندك. لا ده أنا واقف بس عشان الباب بس، عينيا الاتنين حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله.